السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، بارك الله في أبي ريان أيضا، تفضل. جزاك الله خيرا شيخنا. سؤالين يا شيخنا، ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ وهل الزوجة إذا كان مكرها عليها نفس الكفارة؟ صيام شهرين متتابعين بالأشهر الهلالية، عجز أطعم 60 مسكينا، وهي نفس الحكم إذا كانت مطاوعة. أما إذا أكلت إكراها لا تستطيع دفعه فلا شيء عليها والإثم عليه هو.